مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في هذا الفيديو في درس التكامل فقرة المكاملة بالأجزاء. غادي نشوفوا دابا واحد التمرين. نعتبر التكاملين التاليين: إيكس يساوي التكامل من صفر لجوج 2 إكس أس 2 زائد 3 إكس على إكس زائد جوج دي إكس، والجي كيساوي التكامل من صفر لجوج 4 إكس زائد 3 ألان إكس زائد جوج دي إكس. السؤال أولا ألف، تحقق من أن لكل x من r ما عدا ناقص 2 2 x أس 2 زائد 3 x على x زائد 2 كتساوي 2 x ناقص 1 زائد 2 على x زائد 2. السؤال ب، بين أن تكامل i كيساوي 2 زائد 2 ألان 2. التكامل i يعني هو هذا. السؤال الثاني، باستعمال مكاملة الأجزاء احسب تكامل g. بالنسبة للجواب، السؤال أولا ألف، فالمين يقول لك في الامتحان تحقق من أن، يعطيك بحال هذه. أسهل طريقة هي بدأ من هذه واحد المقام وتوصل لهذه. ممكن نبدأ من هذه ونوصل لهذه، ولكن اللي سهلة هي نبدأ من هذه. إذا لدينا جوج إكس ناقص واحد زائد جوج على إكس زائد جوج، إذا المقام واحد هو إكس زائد جوج، هي واحد المقام، وغنضرب هذه في هذه. إذا لدينا جوج إكس ناقص واحد عامل x زائد 2 زائد 2 على x زائد 2. من بعد نشرنا 2x في x 2x أس 2 2x في 2 4x ناقص 1 في x ناقص x ناقص 1 في 2 ناقص 2 عاد زائد 2 اللي كانت. إذا هادو متقابلان 4x ناقص x هي 3x، إذا بقات لينا 2x أس 2 زائد 3x على x زائد 2. إذا فعلا هذا هو المطلوب. إذا بينا هذه كتساوي هذه. السؤال ب، بين أن التكامل إي كيساوي جوج زائد جوج ألان جوج. إذا التكامل إي شكون هو؟ هو التكامل من صفر لجوج جوج إكس أس 2 زائد 3 إكس على إكس زائد جوج دي إكس. بالنسبة لهذا التكامل، لو كان ما كانش هذا السؤال ألف، ما غيمكنش لك تحسب هذا التكامل، لأن إلا درتي الإشتقاق ديال المقام راه ما كيساويش هو البسط. إذا هذيك القاعدة اللي هي أو بخيم على أو ما غاتخرجكش هنا. هادشي علاش هنا هاد الدالة مفكة في السؤال ألف. إذا الهدف من السؤال ألف تفكيك هاد الدالة في السؤال ألف. إذا هادي كتسمى تفكيك دوال جذرية، دالة جذرية إلى مجموع دوال جذرية. إذا الهدف من السؤال اللي مفكة فيه هاد الدالة، من هاد الدالة اللي مفكة فيه، هو باش نحسبو هاد التكاملين باش نقدرو نلقاو أصلية ديال هادي. حيت إلا بغيت تلقى أصلية ديال هادي مباشرة، ما غاديش يمكن لك تلقاها مباشرة. هادشي علاش هنا غنستعملو بالسؤال ألف اللي فيه هاد الدالة مفكة. كنعوضو هاد الدالة بالتفكيك ديالها. إذا هادي شنو كتساوي؟ هي جوج إكس ناقص واحد زائد جوج على إكس زائد جوج حسب السؤال ألف. إذا دابا نكملو هاد التكامل. إذا جوج إكس راه يمكن ليا نلقى أصلية ديالها سهلة، ناقص واحد يمكن ليا نلقى أصلية. بقات ليا دابا هاد فيها بسطو مقام. عندي هنا بسطو مقام، إذا درنا الإشتقاق ديال المقام اللي هو إكس زائد جوج، إذا الشقاق إكس زائد جوج هو واحد. إذا البسط هنا ما خاصش يكون عندي جوج، خاص يكون واحد. يعني غنخرج هاد جوج غتولي جوج في واحد على إكس زائد جوج. إذا دابا فعلا ولا البسط هو الشقاق ديال المقام. إذا دابا ولا دابا هاد واحد على إكس زائد جوج راه هي إكس زائد جوج بخيم مقسومة على إكس زائد جوج. هادي هي القاعدة أو بخيم على أو. أشناهي الدالة الأصلية ديال أو بخيم على أو؟ هي آلال القيمة المطلقة لـ U، لكن ما شفنا في الفيديوهات السابقة. نحاولوا ترجعوا دائما، اللي باقي ما فاهم داكشي الأول يرجع للفيديوهات السابقة الأولين. وبالنسبة للأصلية ديال جوج إكس راه هي إكس أس 2، والأصلية ديال ناقص واحد هي ناقص إكس. إذا هنا كنكونوا لقينا دابا الأصلية ديال هذه جوج إكس هي إكس أس 2، ناقص واحد هي ناقص إكس، والأصلية ديال هذه هي جوج آلال القيمة المطلقة لـ إكس زائد جوج من صفر لجوج. نعوض دابا بجوج، نعوض إكس بجوج، 2 أس 2 هي 4 ناقص جوج. إلا عوضت إكس بجوج زائد جوج هي 4، القيمة المطلقة لـ 4 هي 4، إذا غادي يبقى جوج آلة 4 اللي هي هادي، زائد جوج آلة 4 ناقص. نعوض دابا بصفر، إذا ناقص ديال الخاصية ديما هاد ناقص هادي، غندير بين قوسين، نعوض إكس بصفر، صفر أس 2 هي صفر ناقص صفر هي صفر، صفر زائد جوج هي جوج، القيمة المطلقة لجوج هي جوج، إذا غادي يبقى هنا جوج ألان جوج. من بعد باش يمكن لي نحسب دابا هاد جوج ألان 4 مع جوج ألان جوج،
غادي نرجع هاد الربعه هي جوج، هي اثنان اس اثنان. اذا هاد الربعه فهي اثنان اس اثنان، ياك؟ اذا الربعه هي اثنان اس اثنان. الا طبقت الخاصيه ديال الالان هاد الجوج غادي يهبط، اذا غيولي هاد الجوج مضروب في هاد الجوج، اذا هي اربعه. اذا الربعه الان جوج، وهنا لحيه الاقواس راه غادي يبقى ناقص جوج الان جوج. اذا من بعد ملي غادي نكمل الحساب، اذا اثنان هي غتبقى اثنان، هنا هذه غتولي هي قلنا هاد الاس هذا غادي يهبط غيولي مضروب في هاد الجوج هي اربعه. اربعه الان جوج ناقص جوج الان جوج راه هي جوج الان جوج. اذا اربعه الان جوج ناقص جوج الان جوج هي جوج الان جوج. اذا هادشي علاش هنا غيبقى اثنان زائد اثنان الان اثنان. اذا هاد اثنان اللي كانت هي بقات، وملي حسبنا اربعه الان جوج ناقص اثنان الان جوج راه هي زائد جوج الان جوج، اللي هو الخارج المطلوب. السؤال الثاني، باستعمال مكمل الأجزاء أحسب تكامل جي، يعني تكامل جي هو هذا. إذا هنا تكامل جي مكمل الأجزاء خص نحسبوه بالأجزاء، لأنه غتحسب غير بالأجزاء ما تحسبش مباشرة. أنا كنلاحظ جداء دالتين، إذا ديما الأجزاء خصني جداء دالتين، دالة مضروبة في دالة. عندي الدالة 4 إكس زائد 3 اللي هي حدودية، وعندي الدالة ألان إكس زائد 2 اللي هي لوغاريتمية. كيف ما قلت من قبل، اي مكامله بالاجزاء فيها الالان الاسبقيه للالان، يعني نضع اولي اكس كتساوي الان اكس زائد 2. فلما يكون المكامله بالاجزاء فيها الالان راه ديما اولي اكس كتساوي هي الالان. اذا الداله ديال الالان هي هذه الان اكس زائد 2، من الان اكس زائد 2، من اولي اكس كتساوي الان اكس زائد 2. وفي بريم هي الاخرى اللي هي 4 اكس زائد 3، اذا في بريم كتساوي 4 اكس زائد 3. خاصنا العكس دابا ديال هادي، إذا أو بخيم هي ألان إكس زائد جوج، خاصني المشتقة ديالها، إذا أو بخيم، أنا غنطبق القاعدة ألان أو، إذا شناهي المشتقة ديال ألان أو؟ ألان أو هي أو بخيم على أو، إذا المشتقة ديال ألان أو هي أو بخيم على أو، القاعدة بصفة عامة، قواعد الشقة. إذا المشتقة ديال ألان إكس زائد جوج، راه هي إكس زائد جوج بخيم مقسومة على إكس زائد جوج. و اكس زائد جوج بخيم شناهي هي واحد. هادشي علاش درت هنا المشتقة ديال الان اكس زائد جوج راه هي واحد على اكس زائد جوج. اذا طبقنا القاعدة ديال الشقاق ديال الان، في بخيم هي 4 اكس زائد 3 خاصني اصلية في دو اكس، اذا من في بخيم خاصني في دو اكس يعني اصلية. الا مشيت من في بخيم لفي دو اكس يعني تحديد اصلية. الاصلية ديال 4 اكس هي 2 اكس اس 2، والاصلية ديال 3 هي 3 اكس. اذا ديما رجعوا اللي باقي ما فهمش مزيان يرجع للفيديوهات الاولين باش يفهم دوك القواعد الاولين ديال الدوال الاصليه. حسب خاصيه المكمل بالاجزاء، اذا تكامل جي كيساوي، الا طبقنا الخاصيه ديال المكمل بالاجزاء دائما كندير معقوفات، وهنا يو فوا في جداء الدالتين اللي ما فيهمش الشقاق. ها او هي الان اكس زائد 2، وها في هي 2 اكس او كاري زائد 3 اكس. اذا هما اللي درنا دابا هنا اولي اكس فوا في دو اكس، اولي اكس فوا في دو اكس، ديما وسط المعقوفات جداء الدالتين ما فيهمش الشقاق، ناقص التكامل. اذا التكامل ديما هو هادي في هادي، اذا واحد على اكس زائد جوج في جوج اكس اس 2 زائد 3 اكس. الى حسب دابا هادي، اذا هادي راه هي، اذا واحد في 2 اكس اس 2 زائد 3 اكس راه هي 2 اكس اس 2 زائد 3 اكس الكل على اكس زائد جوج. اذا اللي حسبنا هادي راه هي هادي. وهذا شكون هو؟ هو التكامل اي حسب المعطيات. اذا هذا هو التكامل اي، ها هو عوضته هنا، هو التكامل اي. دابا غنعوض دابا هنا، غنعوض دابا في هذه، غنعوض اكس بجوج، 2 اس 2 هي 4 في جوج هي 8، 3 في جوج هي 6 زائد 8 هي 14، جوج زائد جوج هي 4 يعني 14 الان 4، ناقص. إذا ناقص نعوض بالصورة الثانية، نعوض بزيرو. إذا في الأول عوض إكس بجوج لقيت 14 ألا 4، ناقص نعوض دابا إكس بصفر، إذا صفر زائد صفر صفر في هاد الآلان، إذا هي صفر. عاد ناقص إي، إذا ناقص هي ناقص، و إي كنا لقينا حسب السؤال السابق هي جوج زائد جوج ألان جوج اللي هي هاد. جينا عوضنا هنا، كنحيد الاقواس، قوس مسبوق بناقص غتولي ناقص 2 ناقص 2 الان 2. باش يمكن لي نحسب دابا هاد 14 الان 4 مع 2 الان 2، خاصني دابا هاد 4
الرجاع الاساسي راه هو جوج، اذا الربعه راه هي اثنان اس اثنان. الا خدمت القواعد، استخدمت القاعده ديال الالام، اذا الاس غادي نهبط الاس غيولي مضروب في هذه، غيولي جوج في 14 الان جوج ناقص اثنان ناقص اثنان الان اثنان، اذا هذه هي 28 الان جوج ناقص اثنان ناقص اثنان الان اثنان. 28 الان اثنان ناقص ناقص اثنان الان اثنان راه هي 26 الان اثنان، وهاد ناقص اثنان اللي كانت هنا هي ناقص اثنان، اذا التكامل جي كيساوي 26 الان اثنان ناقص اثنان.